ايوه يا بيه دي صيغتي، وانا هتوه عن صيغتي؟ ايوه بتاعتي. وشلتوه عند عنتر في الرابع ليه؟ أأمن يا بيه، مع سعنتر جوزي أأمن. أصلاً اتسرق بيتي قبل كده وما تأخذنيش يعني في الكلمة، الحكومة ما جابتليش حقي، فقلت أشيلهم عند عنتر جوزي في الحفظ والصون. وبعدين يا بيه عمر المال الحلال ما يروح أبداً يا عدل بيه. ماشي يا عنتر، خدها وخد الصيغة، ولو سمحت كمل لهم محضر برا. اتفضل. متشكرين يا عدل بيه. بالإذن يا عدل بيه. مستر عدلي، أنت مشغول بجرائم نصب وسرقة واحتيال، لكن مش مهتم بالموضوع الأساسي. مين عباس اللي ضحك على ألبرت وهيجنز في الكباريه بتاع الست دي اللي كانت قاعدة قدامك؟ ده الخط الأساسي اللي وصلنا للتعلم. كولونل ريتشارد، احنا قبضنا على كل اللي بعين واحدة وما طلعش ولا واحد فيهم تنطبق عليهم أوصاف الشهود. أنهي إيه؟ اليمين ولا الشمال؟ أنا قلت تمسكوا أي واحد صاحب أو صديق أو قريب اللي اسمه إيه ده اللي في السجن؟ غسان. غسان ولوتشانو اللي عمل التمثال بتاع روبرت، وبعدين تدور على حافظ بتاع ده. مش في مصر، في كل حتة في عالم في احتلال وظلم، والناس البسطاء عاديين بيشكلوا على الاحتلال خطورة أكبر بكتير من سياسيين كبار. مظبوط. حتى هنا في الشام في حركات مقاومة كتير، وكل حركات المقاومة في الوطن هي كلها متشابهة، لأن ظلم المحتل واحد. بس مش زي التعلم. الطالب اللي في مصر ده أسطورة. أنا ملاحظ إنك مهتمة ومتبعة قوي الطالب ده. أنا وأصدقائي في مصر ملناش كلام غير عن حكاية الطالب. أنا بحب مغامرات قوي وبحب أي مغامر، وديك النهاردة أضفت لي مغامر تاني حكيت لي عنه، حافظ. بس حافظ ده ستة تانية، مغامرات في نصب وسرقة واحتيال، وعشان كده بوليس مصري وانجليزي مش عارف يقبض ولا على حافظ ولا على تعلب. انا هتصرف. انت ايه رأيك في حافظ؟ الحقيقة أنا سمعت إن حافظ بريء من السمعة السيئة دي. طب ليه مش بيظهر عشان يبرأ نفسه؟ أكيد عنده ظروف. استنى شريف باشا، حافظ والتعلب شخص واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شايف قدامي عطعوط. مين بطبوط ده؟ لا ولا حاجة، ده مثل عندنا. مش معقول التصور ده. وهو تصور ده اللي مخلي البوليس مش عارف يقبض ولا على حافظ ولا على طالب. ما علينا، انت افكارك مخيفة. الاتنين واحد. ليه؟ لان هدفهم واحد، طريقتهم واحدة، وعدوهم كمان واحد. طب اتفضل اشرب الشاي. ايه ده؟ غريبة، مش عارفك اني بشرب الشاي بالطريقة دي. مش غريبة ولا حاجة، ده مجرد إحساس. أنا متعود أشرب الشاي مية سخنة بس. أنت مدهش بس غريب. ما هياش غريبة ولا حاجة، أنت بتحبي كل حاجة بيوف، بتحبي أصل الأشياء ما بتحبيش البديل. يعني لو الناس كلها شايفة إن دي مية سخنة بتغلي وأنت شايفاها شاي، هيبقى أنت صح والناس كلها غلط.
يعني مثلا لو حبيتي تحتفظي بصوره انسان هتبقى صوره مجرد اطار لراس بني ادم، ما فيهاش ملامح ابدا، ما فيهاش عينين، ما فيهاش حواجب، ما فيهاش مناخير، ما فيهاش بق، لان الملامح دي كلها في دماغك انت بس. كفايه ما تكملش، انت مدهش فعلا. انا عندي سلسله فيها الصوره اللي انت بتقول عليها دي. لا حول ولا قوه الا بالله، معقوله للدرجه دي؟ المفروض ان انا اللي اندهش. كونتيس جريس، انا لي الشرف اني ادهشك. طب ممكن تدهشني اكتر؟ ممكن تكلمني عن نفسك؟ بتشتغل ايه؟ عايش ازاي؟ اتاكدنا ان حافظ ابن ملك هانم بنت حازق باشا وابونا جيب السداوي، يعني سنمار بيه واهداب هانم يبقوا ولاد خالاته. امدايلة وغني بيسرق ليه؟ من اقوال اهداب اللي اكدت قرابته ليهم ان في مشاكل بين حافظ وبين سنمار بيه على الورث، واللي اكد لي ده ان سنمار بيه انكر تماما اي علاقه له بحافظ. وعلاقته بمارجريت دكتور ادوارد بعدين يسقهم. في سر ورا الولد ده. تقصد انه له علاقه بالثعلب؟ يمكن حافظ من اللي بيساعدوا الثعلب. العمليات اللي بيعملها الثعلب بيحتاجها فلوس، يمكن حافظ بيسرق عشان يمول المقاومه او بيساعده باي شكل ما. يعني ممكن حافظ يوصلنا للثعلب؟ هما اتنين، لو مسك الاول قرف الثاني وهي قطقوط يا قطقوط. افندم كونتيس جريس، لا تتابع الحوار ولا تطلع على الاثار القديمه، شوف هي الاثر الجديد هالساحر المصراوي. شريف باشا ده ابتدات اخاف منه، في حاجه بتشدني ليه وفي حاجه بتبعدني عنه. شريف باشا، شريف باشا، اهلا وسهلا فيك، والله من عشق لكنتكم المصريه. احنا كمان بنحب لكنتكم، اللحظه الوحيده اللي الراجل ممكن يقعد يسمع فيها الست لما تتكلم بلكنتكم. ايه اللي جابك هنا؟ انا ما كنتش جايه النهارده. اوعى تقول لي ان ده احساسك برضو. الحقيقه عن اذنك مريان. مريان هاد ما بيحب اللكنة بس، هاد أكيد بيحب الشامية. دي أنت بنته، تلبق له شخص بهالسن أكيد رح يفكر بهالصبية. يبانا غلط، إحساسي كان غلط، بس الأولى أنا عايز أعرف البنت دي برج إيه. مصيبة، مصيبة لكون برج قوس. رح يقوصوا، والله رح يقوصوا.
انت ليش ما عم تفهم علي؟ اطمني، انا صديق ابوكي ومش حسيبه. ما في غير حل واحد، هو انك تخبر بابا انه لازم نسافر نحن وياه ونهرب من كل هالرعب اللي عايشين فيه. ما ينفعش، اسمعي كلامي، انت وامك هتقنعوا خالك انطوان بانه يبعد رجالته اللي محصرين المصرف ويخلي ابوك يصرف الفلوس وبعد كده يتصرف. ما بدي مصاري، انا ما بدي مصاري، ما بدي الا بابا. وانت كده ممكن تخسري الاثنين. اسمعي كلامي، انا زي ابوكي، انا مسؤول اخرج بشاره من الشام زي ما دخل. وين رح نتقابل مع بابا؟ الورقة دي فيها عنوان أمين حداد، ده صديق أبوكي، هتجيبي أمك وتقابله مع بابا هناك. إيه ده؟ إيه ده؟ عملتي كده ليه مجنونة؟ ما خلص حفظت العنوان، صار هون، بلكي حدا من رجال خالي لاحقني أو شي. برافو عليكي واعية، كده أنا مطمن على الخطة اللي بيننا. بس إن شاء الله خالي أنطوان يقتنع. إن شاء الله. بالإذن. كده التعلب هيقع. لو رسمنا بدل العين الممسوحة دي عين تانية يبقى أقرب واحد لعباس اللي بدور عليه هو حافظ اللي انت بتدور عليه. تقصد تقول ان عباس عامل نفسه بعين واحدة؟ او حافظ فعلا بعين واحدة وعامل نفسه بعينين اتنين. يبقى اطمن كولونيل ريتشارد، قريب قوي حافظ هيطب. أتقود يا أتقود، امتى الثعلب هيفوت؟ أفندم؟ أتقود يا أتقود، لا ولا حاجة، افتكرت واحد صاحبي. انكرويابل، فارميدابل، رائع. انا مش خايفه يا كونتيسه، احنا بقالنا ساعات في السرداب ده وانت مالكيش ذنب بالورطه اللي احنا فيها. او كونترير، جو سوي تري زوروز، انا مبسوطه. لا حول ولا قوه الا بالله. مبسوطه من ايه يا كونتيسه؟ مبسوطه من ايه؟ وبعدين انت ايه اللي خلاكي تجري عليا وتيجي تشمري اكنك بتدافع عني وتتخانقي مع اربع شحوطه سحبني؟ كنت عايزني اسيبك لوحدك؟ مش المساله، كنت عايز تستمتع بمغامره دي لوحدك؟ انت مش عارف ان انا بحب المغامرات يا كنتيسه. انت مامن كبير، مش بتاعي النوع ده من المغامرات. ما حسساني ان احنا قاعدين في قصر، مش حاسه بريحه العفن اللي احنا فيها. يا كنتيسه دي مساله خطر فيها قتل، دي مش فسحه ولا قتل ولا حاجة. دلوقتي القرصان بتاع عصابة هيجيلنا، هيطلب فلوس، أنا عندي فلوس كتير، هاتيله اللي هو عايزه. قرصان؟ قرصان هيجيب مركب وإحنا هنا في السرداب. قرصان إيه؟ قرصان إيه يا كونتيسة؟ قرصان إيه؟ طيب طيب، خلاص خلاص، بس ما تزعلش، أقول لك حاول تستمتع باللي إحنا فيه. لا مستمتع، لا الحقيقة أنا مستمتع بالعنكبوت وبريحة العفن وبالرطوبة وبالحشرات، مستمتع. بس المشكلة إنك أنت ما أنتش عارفة خطورة المسألة، الناس دي عايزة تقتلني. أنت تعرفهم؟ أيوة، ليا صديق من أهل البلد هنا مات في مصر، وأنا المفروض بعمله خدمة إنسانية، ولما وصلت هنا عرفت إن عليه طار، فعايزين ينتقموا مني أنا. ولا يهمك، أنا مرة قريت في قصة مغامرات عن اتنين اتحبسوا زينا كده في سرداب، وبعدين وهم في سرداب حبوا بعض. في القصة طبعا. وبعدين
قعدوا يفحطوا خندق طويل 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 لغايه بره السجن. فاحنا نقدر دلوقتي ان احنا نفحط. يا قديسه نفحط ايه؟ انت متصوره ان احنا هنقعد في السرداب ده 3 4 سنين لغايه لما نفحط خندق ولا نفق عشان نوصل بره السجن؟ طيب احنا ممكن نعمل خطه تانية. لما هم يجوا هنا انت تقول لهم ان انا امشي اروح انا ابلغ سلطات وبعدين يجوا يحصروا مكان ويطلعوك. ابوس ايدك يا كونتيسه، انت كده مدخلاني على الدمار الحقيقي. ابوس ايدك، بلاش حكايه السلطات دي. انا دخلت البلد هنا غلطان، لو السلطات شافتني هتقبض عليا قبل ما اوصل الفلوس لمرات وبنت الراجل صاحبي. الله، قصه كده بقت معقده. الله يعقد عيشتك يا كونتيسه، لا مؤاخذه اصلك انت ما انتش عارفه اخرتها ايه. خبر 7:30 شريف، اللي في ايدك ده دي ساعة مش ازاي؟ وريني عليها حصان بألماس صح؟ مظبوط، عجبكي؟ جبتها منين؟ ده واحد خدها المزاد انا اشتريتها منه. حقير. ايه؟ لا مش انت، سو حسسني انه كان عايزها قوي في مزاد. سيلفات، كان اسمه سيلفات؟ ما عنديش فكرة. غريبة، مصادفات بينا غريبة. مدام عجباكي أنا بقدمها لك هدية. ميرسي بوكو، ما أقدرش أخدها منك. ليه دي الذكرى؟ عشان تبقى ذكرى لازم أحتفظ بيها، وأنا حاسة إن هي مش بتاعتي. أنا كنت هشتريها عشان صديق عزيز عليا أوي في مصر، هو يعشق خيل. ترضى إن أنا أخدها وأديها له؟ طبعا مدام، ده شيء هيسعدك. شرف معنا اللي معلم طوام بده اياك. انا مش خارج من هنا الا لما الكونتيسه تخرج قبل مني. ما تشرط علينا هيك اوامر المعلم. شرف استمتعي بقى يا كونتيسه. محير قوي اللي اسمه شريف ده، وهيجنني وانا مش ناقصه جنان. كان لازم اعرف انطوان ده برج ايه قبل ما يروح له. يعني انت صديق بشاره جوز اختي، وانت اللي اجيت معه من مصر لهون، ما هيك؟ معناها انت اكيد بتعرف وين مكانه وين متخبي هون، لذلك نحن ما راح نترك الكونتيسة ابدا الا اذا قتلنا وين بشاره واجا وقف قدامي هون. معلم انطوان، انا عايز اقول لك كلمتين بصراحه، بس لازم تخرج رجالتك من هنا، اللي هقوله لك ده سر لازم يبقى بيننا احنا الاثنين بس. نحن ما بيناتنا اسرار، هدول رجالي ولازم يعرفوا كل شيء. انا ما راح اخبي عليهم ابدا مكان تواجد بشاره، فهمت؟ بصراحه رغبتك في الانتقام من بشاره زي قلتها، لأن بشارة مات. شو يا أنطوان؟ أختك إيرينا وبنتها ماريان قال مو قادرين ينتظروا شوي، شو بدك تساوي؟ مين هالزلمة هاد؟ هالزلمة هاد بيكون صديقه لبشارة وبيعرف منيح وين متخبي وبده يلعب علي. لك بده ياكل بعقلي حلاوي. قال شو؟ قال بشارة مات. كذب كذب، انا مستحيل صدق هالحكي. ايوه انت بالذات المفروض ما تصدقش. مين الباشا؟ الباشا، الباشا بيكون الاستاذ رياض مدير المصرف وصديقه لبشارة. ممكن بقى حضرتك تتفضل وتتكرم علينا وتطرب آذاننا وتشنفها وتقلنا شلون مات بشارة؟ شوف يا معلم انطوان، هو بشارة مات في جلده، مات من الخوف من الرعب. الراجل جاي يعمل خدمة إنسانية،
رجع لبلده علشان يسلم مراته وبنته كل الفلوس اللي حوشها، لانه مريض ومرضه حكم عليه بالموت. فمش ناقصك انت كمان يا انطوان تعجل بموته، ده انت اخو مراته وخال بنته، وعندنا في مصر بنقول الخال والد. ايه خلاص يا زلمه، المعلم انطوان سامح، وانت طلبت من ماريان بنته يبعد هو ورجاله عنه منشان يروح على المصرف ويصرف المصاري ويعطيها له. وانا اختصرت المسافه وجبت الاستاذ رياض منشان يوقع قدامه ويصرف المصاري لزوجته إلينا وبنته ماريان. كل شوية تعمل لي كده، معقولة؟ ممكن بقى تتفضل وتقل لنا وين هو لو سمحت؟ خلاص أنا هروح أجيب لكم بشارة. يلا يا مين. اسمع يا الله، اسمع، ما راح تقدر تمرق علي هالملعوب أبدا. سمعت؟ انت قول وينه ونحن بنروح نجيبه. ما ينفعش، ما ينفعش يا معلم انطوان، ما ينفعش. ليش بقى ما ينفعش؟ معناها انت ناوي لك على شينية، في براسك شي ملعوب. ايوه في دماغي ملعوب، بس الملعوب مش عليك انت، انا المفروض امشي عشان بشارة يجي. معلوم، مزبوط. يعني هلا كيف بشارة بده يجي لهون والاخ موجود بس هون؟ بس لا بس عم غرقنا بس. لك لك شو هالحكي، شو هالحكي هاد يا امين؟ ها عارف، انا راح ابعتك انت يا امين تروح تجيبه. منيح؟ لا ما هو منيح، ما هو منيح. منيح ازاي؟ امين هجيب بشاره ازاي وانا موجود هنا؟ قصدي انتوا مش فاهمين، انا الوحيد اللي اعرف مكان بشاره، بس الحقيقه انا هنا ما بعرفش العناوين، انا بعرف بالشكل. خلاص يا زلمه، خلي امين يروح معه وياخذ اثنين من رجالك. و الأخ رياض هيضلوا هون برضو؟ شو رأيك لك؟ يعني إذا أنا ما كنت هون مين بده يوقع لك على المعاملة؟ منيح؟ منيح. يعطيكم العافية يا شباب. أهلين أهلين أخي بشارة. وين المصري تبعكم؟ شو هالحكي؟ شو هالإزلال؟ شو هالتحكم؟ شو هالتعنت؟ بدكم شريف؟ إجاكم شريف. طلبتوا منه بشارة؟ إجاكم بشارة. هلا بتترجعوا تعودوا تطلبوا شريف؟ شريف فل ما هون، ما بده يواجه هالتنح أنطوان. شباب نحن لا دخلنا ولا خرجنا بهذا الاسم شريف، المهم بدكم انتو بشارة. شرف اخي بشارة. لازم ابدا. شريف يا كونتيسة، أخي أمين بوصلك. فين شريف باشا؟ سجريس خانم، كرمال خاطري، كرمال خاطري ما تعقديها. وأنا مش خارجة من هنا إلا لما تجيبولي شريف باشا. استغفر الله العظيم على هالعلقة، استغفر الله العظيم. سجريس خانم، أنا بوصلك وشريف بكرة الصبح بجيبك، شو ما تثق فيني ولو؟ يعني شريف باشا بخير؟ وحياة اللي خلقك بخير، إذا أنا فيه شيء هو فيه شيء. يلا خانوم، يلا شرفي. وليك يا خانوم، ما بدنا حدا يضرب اللي صار لا معي ولا مع شريف، هي امور عائليه ما بدنا تتطور. يلا شرفي خانوم. انا بريء اخي انطوان، بريء، وجيت بعد هالسنين من شان ارجع مرتي وبنتي. انا هلا ميت. ما راح تقدر تحنن قلبي عليك ابدا، لانه مو ممكن انسى الثلاث رصاصات اللي صوبته الناحي، مو ممكن انسى الثلاث طلقات
لأطلقتهم علي يا ظالم. أنا ردت أخوفك بس أنطوان، أنا ردت أخوفك، ما قصدت صيبك. شو كان صابك العمى؟ لك ليك شوف شو سويت فيه، رصاصتك الملعونة شو سوت فيه، حطمت عظامي، خلتني أعيش بهالعاهة طول العمر. أنت آدمي يا أنطوان وبتسامح، والمسامح كريم، بتسامح من شأن إلينا وميريان. وهي بشارة، بشارة آدمي كتير ومستعد يعمل يلي بدك إياه. وقع وقع يا بشارة، وقع على هالوراق، ووزع المصاري على زوجتك وبنتك بالشكل اللي بدك إياه، بالشكل اللي بترتاح له. يلا بشارة حط خدمك هون لشوف. عيوني. ايوه عيوني. هاللي بدي اياه، هاللي بدي اياه. وهون كمان، وهون كمان. هيك انا ضميري ارتاح، وهيك المصاري صاروا لإلينا وماريان. هي رياض تعبناك معنا، ما بتروح؟ لا حبيبي، أنا معك هون حتى آخر لحظة. يأسف عمرك بشارة. أنت هيك هلأ ريحت ضميرك، وأنا هلأ أجا دوري من شان أشفي غليلي وآخذ بتاري. اتفضل بشوف. اتفضل وين؟ انا لسه واكل. لبرا يا بني ادم، لنفس المكان اللي اطلقت فيه رصاصتك الخبيثه من شان نصفي حسابنا. قدامي يا مغرقنا. شو يا شباب اللي بتعملوه؟ شو؟ دخيلك دخيلك أطوان، تقبرني ما تموتني. انت وعدتني أطوان، وعدتني انه ما تأذي لهالمسكين، ومو بس إلي، لإيلينا وماريان كمان. شو هالظلم؟ شو هالمصيبة؟ شو هالمقلب؟ اخي رياض افرقنا، افرقنا من شان الله، افرقنا. اعوذ بالله، ايه انا ما بتركك حتى اخر لحظة بحياتي. العم بقلبك ما اغلظك، افرقنا افرقنا بقى. شو بدك تساوي انطوان؟ رح اصوب على رجلي ثلاث رصاصات، ما صابته الاولى رح اصيبه الثانية، وما صابته الثانية رح أطلق الثالثة. إذا صابته بكون أخذت بتاري، وإذا ما صابته بيكون هذا نصيبه. ما تصوب ما تصوب، هذا جنون. أنت واحد مجنون يا أنطوان، أنت ما في بقلبك رحمة. لك أنا ضميري بده يضل يعذبني طول عمري. ما تعذب حالك، ما تعذب حالك أخي رياض، افرقنا من شاء الله، افرقنا. العمى بقلبك ما اغلظك، افرقنا. يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بشارة. شو انطوان، شو عم تبلق؟ عامل حالك اعمى؟ انت بدك راسي ولا رجلي؟ ركز انطوان، ركز هون. حرام عليك يا انطوان، حرام عليك. ايدك شو وين بتصوب؟ الحمد لله ما صبت يا بشارة، الله بحبك. فكوا الحبل يا عم. سريع سريع سريع. تسلم لي هالعيون المغبشة،
تسلم لي هالايدين المرعوشه. بشاره شوف بالشره لما حد ما كنت واقف. ايه موت الشجره. شفت يا بشارة، الحمد لله أني لساتني بخير، الحمد لله لساتني بصوب بمهارة. أنا تقصدت أني ما أقتلك يا بشارة، بتعرف ليش؟ بس من شان زلك وخليك تعيش لحظة الموت ودوقك طعمته. وهلأ من شان أختي إلينا ومن شان بنتكم ماريان، أنا عافيت عنك يا بشارة، عافيت عنك. اهلا قديسة. انا قلقت عليك، ما نمتش طول الليل، عملت ايه؟ الحمد لله سلمت الفلوس، بس فضل لي مهمة صغيرة، إن عرف أسرة صاحبي إنه مات. أنا مش فاهمة أي حاجة، بس أنت أكيد بتعمل عمل نبيل. أشكرك كونتيسة، بس عايز أقولك إن أنا مسافر بكرة. بسرعة كده؟ ليه؟ لازم أكون موجود في مصر، أتمنى أشوفك تاني. تفتكر؟ أكيد أنا هشوفك. طب وأنا لما أحب أشوفك عنوانك ايه؟ للأسف كونتيسة أنا ماليش عنوان، بس لو جيتي مصر أكيد هتشوفيني. طريقة لبقة لهروب. مش هتقدري تفهميني أبدا. أتمنى أنت تفهمني. بون شانس شريف باشا. شكرا كونتيسة. بالمناسبة البنت اللي قابلتك هنا، أيوة دي بنت صاحبي اللي مات، اطمني. لا ده مجرد سؤال. ودي مجرد إجابة. شو صار فيك سجريس؟ مش عارفة، بس أول مرة أحس إني ضعيفة.
كنت همسي وامسي وملهاتي اتى الحبيب ما احلى نقياه بليل مهيب ابصرت محياه اتى الحبيب ما احلى نقياه بليل مهيب ابصرت محياه غاب الرقيب لك أنت ساكنه وأخذت من عمري أحلى ساعاتي فتحت قلبا وحدك أنت ساكنه وأخذت من عمري أحلى ساعاتي هل يمضي يوما هذا الحب مبتعدا بعد اشتعالي في صدري وفي ذاتي بعد اشتعالي في صدري وفي ذاتي أتى الحبيب ما أحلى لقياه بليل مهيب أبصرت محياه أتى الحبيب ما أحلى لقياه بليل مهيب أبصرت محياه غاب الرقيب لا بشارة زوجي كيف مات؟ ماني مصدقة يا ريتك ما رجعت لنا يا ريتك ما اجيت بوش بابا كيف بدي اطلع فيك انت بوشه؟ فعلاً في بهالدنيا مواقف وأحداث عجيبة وغريبة لا يمكن إنه الإنسان يصدقها إلا إذا عاشها. يا جماعة هذا أخونا شريف رجل مصري أصيل ونبيل عرض نفسه للموت والخطر على إيدينا رجالك يا معلم أنطون بس لحتى يوصل الأمانة من أخوه وصديقنا بشارة الله يرحمه. بشارة كان راجل عظيم لما لمست فيه الوفاء لمراته والبنته قررتها بالمخاطرة دي بس ما كنتش عارف حكاية المعلم أنطوان اللي كان حظها يعني دي جوابات كاتبها لك السلسلة دي بعتها لك أما أنا لازم أجهز نفسي علشان أرجع مصر تاني وأنا بشارة لازم أسافر بكرة الصبح بس هرجوكم اللي اسمه رياض ده بالذات ما يعرفش اللعبة اللي بينا ولا يعرف إن بشارة مات لغاية لما أوصل مصر أشوف وشكم بخير أخي شريف مهما قلنا ومهما حكينا ممكن نقدر نوفيك حقك على شهادتك وإنسانيتك ومرؤتك
وصدقك واخلاصك. اخي شريف ارجو انك تعتبر من اليوم وطالع انه لك عندنا هون في الشام بيت وعيله مستعده تحطك على راسه، تحطك بين عيونه وتستقبلك بالوقت اللي بدك اياه، تستقبلك بالوقت اللي بتختاره انت. انا فخور باني بقالي اهلي هنا في الشام. انت الك فخر انك بطل من ابطال المقاومه، قاومت الاحتلال يلي نحن نفسنا عم نعاني منه. يا اهلين اهلين وسهلين برجل الامانه والتضحيه.